في نهاية هذه الدعوة إلا أن ندعو لهذه الأمة، ودعاء إلى الله عز وجل يا عالما بالجملة يا غنيا عن التفصيل، كفى علمك عن المقال وانقضى الرجاء إلا منك واستدت الطرق إلا إليك. اللهم احمي هذه الأمة واحمي جيشها واحمي زعيمها واحمي رئيسها، واجعل لهذه الأمة رشدا يجعلها ترى الحق حقا وتتبعه وترى الباطل باطلا نجتنبه. والله الذي لا إله إلا هو، وكأني أسمع سيدنا رسول الله في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله أهون على الله أن تهدم الكعبة ثم تبنى، ثم تهدم ثم تبنى، ثم تهدم ثم تبنى، من أن تزهق روح في غير حق أو تسيل دماء من غير سبب. أقسم لكم، وأنا لسه راجع من سينا الأسبوع اللي فات من العريش، أقسم لكم الدماء تسيل من غير سبب والأرواح تزهق بغير حق. ما هذا الذي نحن فيه؟ يا أمة، أليس فيكم رجل رشيد؟ نحن نريد في هذه اللحظة، لحظة توحد، سئل مهاتير محمد: كيف أنقذت الأزمة الاقتصادية التي في ماليزيا؟ قال: كانت لحظة إخلاص مع الله. مهاتير محمد قال: لحظة إخلاص مع الله. ونحن في لحظة إخلاص مع الله، فادعوا معه بقلوبكم أن ربنا سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة ويجنبها الشرور ويبلغها آمالها ويعدي بنا الأزمة إن شاء الله، ويحمي رئيسها ويحمي جيشها ويحمي شعبها ويحمي كل من أراد بهذه الأمة خيرا، يحميه ويبارك فيه ويعطيه، ويجعل الكلمة التي بدأنا بها الحوار وهذه الأمسية كلمة من الله وفي الله وبالله.